مساء الخير من ام تي في، برحب فيكم بحلقه جديده من سكار. اليوم رح نحكي فيها عن رياضه كره القدم مع فريق العهد اللبناني يلي حقق مسابقه جيده وانتصار جيد بمسابقه السوبر كاب مع تميم سليمان رئيس النادي. مساء الخير استاذ تميم، وبدنا نقول لك مبروك على اول الالقاب في هذا الموسم. بالطبع كيف عندكم نتائج جيده بالبطوله العربيه وايضا بكاس النخبه، ولكن اول الالقاب كانت بكاس السوبر يلي هي هيك كاس سمهدي. يلا بنحكي بالتفاصيل اكثر حول هذا الموسم، وايضا مايا نصار معلوف. مساء الخير مايا. هلو، جود ايفنينج. جود ايفنينج. رح نحكي نحن وياك اباوت سبورتس اند بريجنسي، اباوت كيف فينا ايضا بنفس الوقت نحمي حالنا من بعد انتهاء موسم الصيف، كيف فينا نرجع نفوت على الجيمات، خاصه انه مايا اللي عنده برنامج على الام تي في قبل الظهر عندها ايضا جيم، وفينا نحكي اكثر حول هذه التفاصيل. رايت رايت، سو ستارت ليفينج رايت، ستارت ليفينج رايت ان سكور. يس تميم، خلينا نبلش نحن وياك فاذا ونحكي عن نادي العهد. العهد صحيح انه السنه الماضيه ربح لقب البطوله، الموسم الماضي كان شوي صعب عليكم بمنتصف الطريق اذا فينا نقول، ولكن بالنهايه قدرتوا ان تحققوا اللقب، ولكن النتيجه الابرز كانت ببطوله الانديه العربيه بدايه، والتحضيرات والاسماء الكبيره اللي عم نشوفها اليوم عم تستقدموها على نادي العهد. اليوم هذه الضجه الكبيره للنادي البيروتي، شو سببها؟ اول شيء نحن عم نشتغل على طول، حاطين امام اعيننا انه نحن كل بطوله نفوت فيها نكون عم ننافس فيها لاخر رمق. نحن البطوله العربيه كانت من اول التصفيات لاخرها كانت تجربه كثير جيده. نادي العهد خاض 9 مباريات بالبطوله، تسع مباريات بالبطوله العربيه، 6 بالدور التمهيدي و3 بالدور المجموعات. 6 ما خسرت ولا مباراه كمان. ما خسرنا ولا مباراه، وهو هيدا شيء ما حدا صاير معه، بس نظام البطوله هيك اضطرينا. كان في حزن كثير كبير عنا وعند اللعيبه انه كيف طلعنا بهي الطريقه الدراماتيكيه، اخذت وقت لطلعوا منها. رجعنا اليوم نحن هيدا اول حتى بكاس النخبه كان الفريق وضعه جيد، يعني نحن اخر شيء خسرتوا بالبنالتي 6-5 بنالتي يعني هي ضربات الحظ الترجيحيه، يعني ما بتعكس برضه، هي كاس النخبه ما بيعكس المستوى الحقيقي، ولا كاس السوبر بيعكس المستوى الحقيقي للدوري. ان شاء الله الدوري ببلش وهو هونيك بيكون الامتحان الحقيقي لكل الفرق، والمنافسه طويله، يعني انت ما عم تلعب مباراه، انت عم تلعب 22 مباراه، اللي بيتوج ب 22 مباراه وبيتوج بالدوري. بالنسبه للتعاقد تبع نادي العهد، نادي العهد يمكن من اقل الانديه اللي عم بيتعاقد بالفتره الاخيره مع لعيبه من برات تشكيلته، لانه نادي العهد يملك مدرسه كرويه كثير كبيره وكثير قويه، عم على طول عم تضخ دم جديد بالفريق الاول، واغلب اللعيبه اللي عم يلعبوا بنادي العهد هن اولاد هيدي المدرسه الكرويه. اكيد على طول انت بحاجه في بعض الاماكن لبعض التدعيمات تلجا لها لتضلك انت، بس عندك اسامي جديده جبتوها السنه كانت جيده كمان. اكيد سمير. على طول نحن جبنا السنه سمير وعلي السعدي ومهدي خليل، المحلات اللي نحن عنا عازي فيها حاولنا نسكر الثغرات اللي موجوده فيها، بس الفريق بالاجمال بيعتمد على اولاد النادي، على ابناء النادي، على اللي طالعين من مدرسه النادي، وهذا بيعكس انه نحن بالسنوات الماضيه ال7-8 أو ال10 الماضيه بشكل او باخر مسيطرين على الفئات العمريه بلبنان. قبل ما انتقل لمايا، برايك انت عدم ضم حسن معتوق كان خساره لنادي العهد؟ اكيد حسن معتوق لاعب كبير وبيساوي اضافه لكل نادي بيلعب معه، يعني مش 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 سر هذا الشيء. ان شاء الله بيوفقه بمسيرته جديده، وهو لاعب قدم كثير لنادي العهد وللمنتخب اللبناني، ونحن ما ممكن نقول لك الاحترام وكل المحبه. هلا بعد شوي بدنا نحكي عن المنافسه الثلاثيه الموسم، خاصه انه وجود حسن مع نادي النجمه عم يعطيه دفع كثير كبير، وشفناه بدايه بكاس النخبه، وايضا رح نشوفكم سوا باولى المباريات ببطوله لبنان، وايضا الانصار عم بحقق كمان سجل جيد في سوق الانتقالات. هلا بنحكي اكثر في هذه التفاصيل، ولكن مايا السؤال لك، كان وي جون بتوين بريجنسي اند سبورتس؟ ابسولوتلي. اند هاو؟ ابسولوتلي. A lot of women think that they shouldn't exercise when they're pregnant. They think it's dangerous. But as long as you don't have any medical conditions, there's many benefits to exercising while you're pregnant. Not only for the mother and for an easier delivery, but also for the baby as well. Mm-hmm. And it's highly recommended. So we see the exercises on your show? Mm-hmm. Yep. I'm now in my last month of pregnancy, and I've been exercising ever since the first day. It helps you also control your weight because you're not supposed to gain too much weight when you're pregnant. Mm-hmm.
It's very important. And you think there is a lot of women do that? Unfortunately, there's still many women that are afraid, but as long as they talk to their doctor and they don't have any medical problems, then they should be very active and they should exercise at least daily, at least 30 minutes. And then you show in the morning, yes. They have many women do the same exercise like you? Yes, yes, there are. I'm trying to encourage women. I get emails and I get phone calls to my gym from women who watch the show. And we've had some pregnant women also come to the gym as well because they weren't aware that they could exercise. And at my gym, we have trainers that are certified in training pregnant women mm-hmm. to prevent injuries. So, يلي بده يحب يشوف مايا أكثر يلي بينزل على الجيم عنده ولكن قبل الدور بطبع عم يشوفه على الام تي في وبطبع يلي ممكن كان عنده فكرة خاطئة عن ممارسة الرياضة خلال فترة الحمل يلي عم يشوفه على الام تي في بيعطينا فكرة معاكسة حول هذا الموضوع. هلا بدنا نرجع ننتقل لإلك تميم قبل ما نفتح صفحة الرياضة الميكانيكية ونحكي عن الصراع هذا الموسم. صحيح أنه فريق العهد مثل ما قلنا حضر حاله كثير منيح والانطلاقة كانت جيدة مع البطولة العربية ولكن النجمي عم يشتغل بشكل جيد، الأنصار عم يشتغل بشكل جيد وشفنا أسماء كبيرة عم بتكون بالدوري اللبناني ويمكن من سنوات طويلة أكثر من 10 سنوات ما شفنا هالأسامي الجيدة عم بتكون موجودة بلبنان، برأيك هذا عامل جيد؟ أكيد إذا مش بس العهد نجمي أنصار عم يشتغلوا لا هو يمكن أبرز الفرق أبرز كل الفرق الأخرى عم تشتغل كل الفرق بس الأسامي الكبيرة موجودة عم تحاول تعمل شيء هذا الشيء بينعكس لازم ينعكس إيجابيا على الدوري اللبناني لازم نواكبه نحن بالملاعب لازم نواكبه بالجمهور أكيد بينعكس إيجابيا على كرة القدم بيعلى مستوى الدوري وقت بيعلى مستوى الدوري بيعلى مستوى اللعيب تستفاد على مستوى المنتخبات الوطنية إن شاء الله إنه تضل الأمور هيك والمنافسة تكون حلوة لأنه هيدا اللي بنطمح له كلنا سوا طيب ميزانية الفرق تميم ضخمت شوي عليت من السنة يعني الماضية للسنة أكيد ميزانية أنا بعرف أنه أنت عندك علاقات مع كل الرؤساء أكيد ميزانية الفرق بعتقد بعدها بنفس الأفرج بنفس الأفرج بس أقلنا أنه اليوم واضح أنه العالم بدها تدفع يعني كانوا يقولوا بالقبل ما معنا صار اليوم معنا هذه هي بس أنا بعتقد نفس الشيء يعني ما زادت كثير يعني ما بعتقد بتزيد أكثر من 10% أو 15% عن السنة الماضية يعني فهيدي الأمور أنا هيك برأيي يعني لانه انت ما اللي عم تجيب لعيبه لبنانيه تدفع لها مصاري وما اللي الثاني بتطلع المحترف عم تجيبه بمصاري اقل يعني هي ذاتها نفس البالانس اذا بتقلب نفس التوازن يعني كنت تدفع على الاجنبي كثير على اللبناني عليه صرت تدفع على اللبناني كثير على الاجنبي عليه يعني ان شاء الله خير خلينا نشوف هالموصف كيف رح بيكون ولكن هلا قبل ما نتابع رح نتوقف مع صفحه رياضه ميكانيكيه بنبلشها مع الفورمولا 1 مع جراند بري بلجيكا بداية رح نكون مع سيارة البنتون يلي كان عم بيسوق عليها مايكل شوماخر سنة 1994 وقت ربح اللقب العالمي لأول مرة. تيم ابنه أو ميك ابنه كان عم بيسوق هذه السيارة احتفالا بذكرى 25 لأول انتصار لمايكل شوماخر بعالم الفورمولا 1 كان عم بصير على هالحلبة بالذات حلبة سبا فرانكورشان. أما بالسباق فلويس هاملتون كان عم بيخوض سباق مميز هو يلي عاد الرقم مايكل شوماخر بعدد البول بوزيشن من اللحظات الأولى كان عم بيسيطر حتى اللحظات الأخيرة رغم الحوادث العديدة كنا عم نشوف انسحاب ماكس فيرستابن وهون حادث بين سيارتي فورس انديا من بعدها عم نشوف دخول سيارة الأمان ولكن هالأمر ما أثر أبدا على سيارات المقدمة ولويس هاملتون بيحتل المركز الأول فيتال المركز الثاني ولكن فيتال بعده بالمركز الأول بالترتيب العام ايضا رح نتابع مع الرياضه الميكانيكيه ورح ننتقل لعالم الموتو جي بي تنكون مع الجوله ال 12 من البطوله يلي كانت عم بتصير بالويكند ايضا. جائزه بريطانيا الكبرى المرحله ال 12 من البطوله شهدت تقدم كبير للايطالي انديا دوفيسيوزو على الاسباني مافريك فينياليس. ليس فقط في هذا السباق ولكن أيضا بترتيب بطولة العالم هو صار بالمركز الأول أمام فينياليس أما بالمركز الثالث فمنشوف فالنتينو روسي وطبعا المنافسة حامي جدا ببطولة العالم دوفيسيوزو بالمركز الأول بالترتيب العام مع 183 نقطة مركز بتراجع للمركز الثاني مع 174 ودوفيسيوزو بحقق فوز رابع له الموسم والخامس بفئة الموتو جي بي
Maya, tell us about the sports in the summer. It is very tough. It's tough if you exercise outside in the heat. However, many people, when they want to get into shape for the summer, they start exercising during the summer. But it takes around 2 to 3 months to see a real change in your body. And that's why I always say that summer bodies are made in winter. And if you want to how see how results... How we have to manage to go to the winter? Diet and exercise. There is no shortcut. Many people want a quick and easy solution. However, you have to work hard. You have to exercise and you have to follow a healthy diet in order to burn more calories than you eat a day. Maybe you have to do more exercises in the winter to have the same shape. Yeah, it's important to maintain and see healthy living as a lifestyle. So not only in the summer and not only in the winter. But if people want to be in shape for the summer, they have to start early, maybe in April or in February. And they have to follow a strict diet and an exercise program. And I always encourage women to lift weights because they're scared. They think that they're going to have big muscles. And men, of course, men. But men aren't scared of having muscles. Women are. And I always say that when women lift weights, it's the best way to shape and tone the body and burn fat at the same time. يعني مثل ما عم نفهم من مايا إنه واحد لازم يمارس الرياضة على مدار السنة لازم يبلش بشباطه وأدارة يحضر حاله للصيف وبالطبع بالصيف مع حرارة الشمس أكثر بيجي بأيلول مثل ما نحن فايتين على بأيلول بيرجع ببيوت الريتم تبعه من هيك المفروض يضل يمارس الرياضة وبالتالي عملية الرياضة هي عملية سنة مستمرة على مدار السنة بالإضافة للرجيم ونظام الأكل. اليوم أنتم بالعهد تميم إذا بدنا نطبق الأقوال اللي عم بتقولها مايا أنتم بالعهد في اختصاصية بكل الفئات يعني اليوم الكونديسيون فيزيك أو التحضير الجسدي والذهني للعيبة هل عم بيكون أيضا من الأمور الجيدة ولا عم تشتغلوا عليها بشكل جيد خاصة أنه البعض يقول أنه يلي خليكم تطلعوا برا وما تربحوا على المغاربة ببطولة الأندية العربية هي الشيب أو الكونديسيون فيزيك تبع اللعيبة يلي كنتوا شوي تعبانين هو الشيء هي نحن هو أنت بالفوتبول اللبناني مش معود حدا يلعب ثلاث مباريات ورا بعضهم فبتوصل بتلعب ثلاث مباريات بظرف قصير تتعرض لشيء اكيد نحن عندنا معد بدني بالفريق اختصاصي هو كابتن بيير فليف اللي هو من الاشهر بلبنان بمجاله عم يشتغل مع الشباب بطريقه كثير علميه وكثير كثير مرتبه هلا اكيد عندي كره قدم بعد بدها باجهزتها الفنيه اشخاص كثير منهم نفسي ومنهم غير نفسي يعني لنصير مثل الانديه البرة بس بهول الامور اللي خصهم باللياقه وبخصهم بحضور اللعيبه لا موجودين بيشتغلوا بشكل علمي يعني مع اللاعب واكيد هن بيعملوا الفارق لان الكونديسيون فيزيك أكيد بتاثر أكيد كثير على اللعيبه اليوم هو بيجي بيشوف لك اللاعب مثلا بارضه الملعب وعم يلعب بيعطي رايه للمدرب هيدا مثلا بطل يركض بلا طابه هيدا بطل عم يركض اذا ما اجت الطابه ما بيركض يعني خلص نزل هيدا مثلا تقليته للرجعه كمان تعبت لازم تفكر كيف بدك تبدله يعني لهم دور اكيد لهم دور ولهم دور ايجابي طيب هلا رح نشوف ريبورتاج عن كاس السوبر تميم يلي كانت عم بتصير الويك اند الماضي يلي بالطبع قدرتوا تربحوا فيها على فريق الانصار خبرنا كيف كانت تحضيرات الفريق بدايه قبل ما نشوف الريبورتاج ومن ثم كيف كانت رده الفعل من بعد هذه المباراه هنا اول شيء نحن طلعانين من خساره بطوله النخبه وكان هذا الشيء اكيد دوره تنشيطيه بياثر على الفريق بشكل او باخر رجعوا اللاعبين كان معهم اسبوع قدروا قعدوا مع بعضهم وحكوا مع بعضهم نحن حكينا معهم وطلعنا من هذه الاجواء وانه نحن اليوم كمان نادي ما بنقدر يمكن تحمل بطولتين ورا بعضهم تطلع منهم فنزلوا على الملعب كانوا كثير واعيين وهذا اكثر شيء ببين انه انت بعد 36 ثانيه سجلت اول جول كانوا جاهزين عفوا كانوا جاهزين ذهنيا وبدنيا وهذا الترجمة ارض الملعب بالمباراه اللي كان فيها نادي العهد مسيطر باغلبيتها يعني. فاذا رح نتوقف مع ريبورتاج وبنرجع بنتابع سوا. حقق فريق العهد بطولة كأس السوبر 18 لكرة القدم للمرة السادسة بعد الفوز على الأنصار بنتيجة 2-0 وشهدت المباراة يلي أقيمت على ملعب صيدا البلدي تقدم عهداوي بأول دقائق من المباراة بعد مراوغة أحمد زرايق لدفاعات الأنصار ليمرر كرة لأحمد حيدر ومنه لعيسى يعقوبه
يلي ضرب قلب دفاع الأنصار بتمريرة لمحمد الدوح يلي أطلق أزيفة داخل شباك حسن مغنية. وأضاف أحمد زرايق الهدف الثاني لفريق العهد بالدقيقة 68 بعد تمريرة من مهدي فحص بعد دخوله سريعا وصلت لزرايق يلي انفرد بالحارس وسجل على يمينه. وهيك بتكون انتهت المباراة للعهد 2-0 يلي بدأ تحضيراته للموسم الجديد بأفضل طريقة. فأذن مبروك. شو رأيك أنت بأول مباراة بالبطولة الموسم؟ أنا مباراة فريقين برأيي كبار عم يلعبوا مع بعضهم، نجمة عهد لازم تكون. هلا بكأس النخبة الجمهور كان رايق شوي، يمكن لأنه ربح النجمة المباراة، ولكن هل رح بيكون في هيك يعني هو أيضا إن شاء الله بيكون شغل الإدارة تبع العهد وتبع النجمة بيكون بيشتغلوا مع جماهيرهم بطريقة علمية بطريقة منطقية، بيقدروا يهدوا الأجواء، بيقدر تكون الأجواء بيناتهم طيبة قبل المباراة وبتقطع المباراة مثل ما قطع غيرها، يعني بتقطع بشكل حلو يعني إن شاء الله، واللي بيلعب أحسن هو اللي يفوز هو مفروض يعني فيه. إن شاء الله على كل حال هلأ رح نتوقف مع بريك وبنرجع معكم بالقسم الثاني تنحكي أكثر حول الرياضة والتحضير الجسدي لكل المواطنين اللي عم يحضروا MTV. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور مع تميم سليمان رئيس نادي العهد بطل لبنان يلي ربح كأس السوبر بالويكاند الماضي، ومايا نصار معلوف أخصائية التغذية والرياضة يلي رح نحكي نحن وياها أيضا عن الحمل والرياضة وأيضا عن التغذية والحمل. You think there is a relation between sports, pregnancy and food? Absolutely. And I always say that following a healthy diet when you're pregnant is extremely important. Many women gain too much weight. There's a misconception that they think they should eat for two people. However, a pregnant woman only needs between 300 to 500 extra calories only? A day. Only, mm-hmm. Yes. Mm-hmm. And they should come from healthy food, not junk food. So they can compete in a competition like bikini or another competition. Not when they're pregnant. Not at the same time. Not at the same time. But after, like you will do, huh? Yes. Next year. My goal is next year to do a competition. Yeah. When you I finish. To the competition. Absolutely. Absolutely. Mm-hmm. Yes. In the same place in London. Yeah, in England. In the past, you told us that you will have many competitions here in Lebanon, maybe in your gym. My goal is also hopefully next year to bring it to Lebanon, as they don't exist yet in Lebanon. Mm-hmm. And it's great for women to encourage them to exercise, to train, and it's a fun sport as well. So, good luck. Thank you. فإذن العلاقة هي بين الأكل والرياضة وممارسة الرياضة على مدار السنة، مش بس خلال فترة الحمل اللي عم نحكي عن هذا الموضوع، لأنه مايا بهالوقت بالذات مثل ما عم بتتابعوا على الام تي في قبل الظهر عم بتكون بفترة خاصة بالسيدات، فترة يمكن تقطع مرتين أو ثلاثة أو أربعة حسب كل عائلة وعائلة وأخرى. تميم بدنا نرجع لك تنحكي عن استعدادات الموسم المقبل. الاستعدادات لا تقتصر فقط على المستوى المحلي، إنما أيضا عندكم مسابقات أسيوية وربما أيضا منافسات عربية أخرى، وأيضا نادي العهد هو رديف ورافد أساسي لمنتخب لبنان بكرة القدم. نحن نعرف أنه عندنا استحقاقات مهمة يمكن بينقصنا فوز أو تعادل تنتأهل لكأس آسيا. كيف عم تقدروا تديروا كل هذه الأمور؟ في كيب كبير عم يشتغل بالنادي، يعني مش لوحدي، في لا اكيد، بس انه كيف عم بيصير في تجزئة كل هذه الامور. التجزئة هي بتخدمك الاوقات اللي متفرقه، يعني في تنظيم من الاتحاد الاسيوي والفيفا للايام اللي بيلعب فيها المنتخب، فالامور بتجي منظمه بشكل وانت بتديرها، يعني بتشوف كيف بتوزع الودرات تبع اللعيبه على المباريات الكثيره اللي رح تصير عندك بالفتره القادمه. وقت بفوت بكاس الاتحاد الاسيوي بصير بدك تلعب مرتين بالاسبوع بالدوري وباسيا، هون بدك تصير يكون عندك عدد مقبول من اللعيبه، هذا العدد هو اللي بيخليك توزع المجهود بين هون وهونيك لتقدر تضلك تنافس بالمحلين. طيب تميما، بنفس الوقت اللي عم نحكي فيه هذه الامور، الموسم الماضي انحكى كثير عن اخطاء تحكيميه، ما بدي اقول اخطاء من الاتحاد او اخطاء اداريه، ولكن البعض كان عم يتهم دائما الحكام انه
في تحيز، في أخطاء ربما مش تحيز حتى، في أخطاء بشرية ولكن كانت عم بتأثر على بعض المباريات. برأيك الاتحاد احتاط لهذا الأمر قبيل انطلاق الموسم الحالي؟ في ما لا شك فيه أنه نحن عندنا مشكلة كتير كبيرة بموضوع الملاعب وموضوع التحكيم. من أي ناحية؟ موضوع الملاعب عدم وجودها وعدم توفيرها وعدم يعني توفيرها وقت اللي نحن بدها تنطلق البطولة، فعطول بتلاقي في مشاكل بهذا الموضوع. وراء التحكيم في كتير مشاكل عم بتصير بالتحكيم، وعم بتنعطى نقاط مجانية لعدة أندية، والأندية عم تكون عم تنافس أو أندية عم تنافس على الهبوط، وهذا بشكل كتير عامل سلبي كتير بالنسبة للبطولة. عدم الثقة بين الأندية وبين الحكام هيدا كمان عامل تاني. انا كان بدي انه الاتحاد يقوم بمبادره بين مع الانديه يجتمع فيها ويحطها تحت امر الواقع، انه هو الحكام وهذا الدوري وهذه امورنا ونحن بدنا نتعاون مع بعضنا. اكيد التحكيم بده يكون جزء من هذه اللعبه، اذا كان جزء محمول عم يتوزع على الكل اوكي، بس ما يكون موجه على فريق ضد فريق او على شيء هيك بطل محمول. وقت بتيجي بيحكي الاتحاد بهذا التوجه وبيحط العالم تحت مسؤوليتها وبيحط الامور مثل ما هي، اكيد بتخف الامور وبصير في عنده ساعه اكثر للحكم بتقل اخطائه، ولكن ما في مبادرات انا برايي من الاتحاد بالوقت الراهن بهذا الاتجاه. هذا كان بيصير من قبل ما نبلش كل المنافسات تبعنا، ان شاء الله بصير هلا بهذه الفتره، لانه كل شيء جيد انه نحن نعمله. لو ما حملناه قبل هلا بعد معنا وقت لنوصل للدوري، نعمله نجتمع مع الانديه نشوف شو عندها شو هواجسها، يحكي الاتحاد شو هواجسه، لجنه الحكام تحكي شو هواجسها، انه في شيء على الانديه وفي شيء على الاتحاد وفي شيء على الحكم، لازم يطور حاله، لازم يشتغل على حاله، لازم يشتغل بلا خوف بلا حسابات. هو عم بحكم بلا حسابات، والا بدنا نرجع للحل القديم تبع هذيك السنه الحكام الاجانب يعني يجوا، لانه الحكم الاجنبي عم بيغلط يمكن اكثر من اللبناني. صح. بس مش عم بيغلط وما حدا بيحاسبه، هو عم بحكم مش مضغوط. الحكم اللبناني عارفين الواقع عارفين الجو، هذه بتصير باغلبيه الدول الكبيره بالعالم ما بيحطوا حكام بالمباريات المهمه من نفس الدوله لانه في حساسيات، فهيدي لازم نراعيها، لازم كلنا نتعاون مع بعضنا حتى كمان نساعد الحكم اللبناني يقوم، لانه في مشكله كمان بالانديه وفي مشكله بكل هذا المحيط، لازم كلنا نقعد مع بعضنا اتحاد وانديه ونحط الرؤيه المضبوطه لهذا الموضوع، وكل واحد بده يتنازل شوي لتمشي الامور. بتمشي الامور ان شاء الله، لانه السنه الماضيه عرفت شو كان. لا السنه الماضيه نحن اخر شيء استعنا كل الوقت بحكام اجانب، وهذا مكلف كثير على الاتحاد او على الانديه، مكلف كثير وما بيسوى، وهذا بدمر من شخصيه الحكم اللبناني وما بيعطي الثقه لبعدين يتطور. فلازم ندارك هذا الموضوع من اول الموسم ونوقف عنده ونكمل فيه حتى نقدر نوصل لمحل نكون كلنا ماشيين بالطريق الصحيح. هلا رح نتابع نحن وياكم ومايا روبورتاجين، بدكم تهدوا حالكم كثير منيح يلي عم بيشاهد الام تي في بهالوقت، لانه رح نحكي عن مبالغ مخيفه بعالم الرياضه. كنا بالماضي نحكي عن الام بي اي عن الامريكان فوتبول، ولكن اليوم صرنا عم نحكي عن كره القدم الاوروبيه بمبالغ مخيفه للاعبين شباب. خلينا نتابع سوا اول روبورتاج بعالم كره القدم وبعدين بنحكي عن البوكس. تمام، مثل ما حكيت انا وياك بحديث اذاعي قطع من شوي عن الماركتينج وعن التسويق، عثمان ديمبيلي لاعب فرانكفورت لاعب الناشئ عم ينتقل لكاتالونيا مقابل 120 مليون يورو، اشتروه ب 15 مليون واشتروه دورتموند ب 15 مليون، وال يعني خبر مخيف جدا حول هذا الانتقال. يعني نيمار صار كثير رخيص ب 250 مليون، هلا اللعيبه 260 مليون بالايام الجايه اللي حتصير الامور ال 100 وال 200 وكثير. ما اليوم اذا بتلاقي عثمان قد ايه حط له الشرط الجزائي 400 مليون برشلونه، وقد ايه عم يحطوا ريال مدريد لاعبتهم مليار و 1 بليون يعني لبنزيما مثلا، يعني شيء مخيف وغير لعيبه. فاكيد اليوم هيدي صارت صناعه، بطلت رياضه، صاروا هول اصلا هني بالنتيجه نحن بس عندنا بعد الدول منا لبنان هي بعد نادي فلان الرياضي، هي مؤسسه تجاريه صارت تابعه فاتي فتابعه يعني شركه تجاريه، صارت كل الانديه هي شركات تجاريه بتشتغل حسب شركات الى اسهم بالبورصه والى مودعين والى يعني عادي كشركه عم يشتغلوا. وحتى كوتينيو يعني اللي كان نادي ليفربول رافض كليا الحديث عن انتقاله لنادي كاتالونيا من بعد ما دفع فيه 160 مليون يورو. يعني ما بعرف كيف بسنتين ثلاثه انقلبت الامور بشكل مخيف بعالم كره القدم. ربما رح نشوف ايضا كوتينيو عم ينتقل للدوري الاسباني مقابل هذا المبلغ الكبير. نحن ما بنعرف اذا رح بيربح في جوائز وفي ترقيات ومكافئات حسب النتائج اللي بيعملها.
كبيره. هول انت اذا بتطلع اليوم وقت اللي راح نيمار على باريس سان جيرمان قد ايه واقفين العالم قدام ال قدام يشتروا القميص اليوم هيدا بس بعدك بفرنسا ما راح بفرنسا ما راح على باريس ما بدي وامريكا راح على فارس لتشوف قد ايه بده يكبوا مصاري. هول صاروا عم يعرفوا يشتغلوا ماركتينج وتسويق مزبوط. والأهم من هذا الماركتينج ومن هذا التسويق بعالم كرة القدم يلي كان عم بصير بلاس فيغاس مباراة 300 مليون دولار بس للرابح والخاسر. ما عم نحكي عن المراهنات، ما عم نحكي عن البلت أو الزنار يلي ربحوا الفائز يلي فيه 3400 حبة ألماز وكيلو ونص من الذهب. رح نحكي سيرة مباراة العصر، مباراة الدولارات، ما بعرف عن شو بدنا نحكي. منتابع سوا هالروبورتاج. حافظ فلويد ماي ويذر 40 سنة بطل العالم السابق بوزن الوسط على سجله الخالي من الهزائم بعد ما سيطر على مواجهته مع كونر ماكغريغور 29 سنة أحد أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة MMA من الجولة الرابعة قبل ما يعلن الحكم منتصرا بالضرب القاضي بإيقاف المباراة بالجولة العاشرة بعد توجيهه ضربتين بطريقة خطفة لمنافسه اللي كان على حبال الحلبة. ورح يعود ماي ويذر إلى اعتزاله النهائي هالمرة وبرصيده 50 انتصار من دون أي هزيمة ليتفوق بفارق انتصار على أسطورة الوزن الثقيل الأمريكي الراحل روكي مارسيانو يلي حقق 49 انتصار من دون هزيمة بين 1947 و1955. كما أضاف ماي ويذر 200 مليون دولار إلى حساباته المصرفية بعد هالنزال رافعا عائداته المالية بمسيرته إلى حوالي المليار دولار. أما بالنسبة لماكغريغور فمن المتوقع أنه يحصل على 100 مليون دولار من هالمواجهة رغم خسارته. كان عاطل عن العمل من 15 من سنتين كان عاطل عن العمل صح. كان سباك عاطل عن العمل 100 مليون دولار 100 مليون و200 مليون وصار معه مليار دولار تنضرب لك 10 جولات تاخذ لك 100 مليون يعني هذا السبور يعني عن جد ما بعرف شو بدنا نحكي عن هذا الموضوع صار في جنون صار في جنون بهذا الموضوع صار في جنون على مستوى العالم في كثير عالم معه مصاري ما عارفين شو بدها تساوي في مراهنات هي يمكن المراهنات هيدي الاف الاساسيه وهي عم تضرب الرياضه بلبنان هلا بدنا نحكي بموضوع المصاري هذا معه هذا موضوع كثير مهم موضوع المراهنات صار إيه لا اكيد بلبنان يعني عم بيصير وشكل قوي وهذا بيأذي كل الرياضه اللبنانيه نحن شفنا السنه الماضيه والقبله 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 وشو كان عم بيصير بهذا الموضوع بس ما بعتقد حدا بيقدر يوقفها هلا القرار بين الدوله توقف المواقع بين الدوله يعني القوى الاتحادات ما فيها عليها بدها هيدي قرار من الدوله تمنعها وتحرمها انه تمنعها مع قرار دولي معروف بتصير كل الامور اوكي وتروحوا يداهموا المحلات ويوقفوها شوي بتخف يعني مع بدك تضلك تتبعها مش بتقول مثلا اليوم البس عمال شغله بقصك عليها يوم مع بكره بفلتك ما بيمشي الحال يعني بدك تضلك تبع بس هيدي عم تاثر كثير بس هيدي قافه كثير خطيره واثرت على اكثر من لعبه جماعيه كتير وفرديه خطيره اكيد تما نحط هيك الانظار على لعبه معينه رح تروح كل شيء خاص بالرياضه رح يروح عليها يمكن ما بدنا نحكي عن مباريات كانت عم تصير السنه الماضيه بالتشامبيونز ليج نتيجه مخيفه هون بترجع بتنقلب كليا بمباراه ثانيه كلها مراهنات لازم يشتغلوا عليه لازم كل العالم تنتبه لهذا الشيء لانه هذا الشيء كثير خطير مايا what do you think about sports and money and money can motivate someone to train hard like if they're participating in a sport and they get paid or they could win lots of money. It's a great incentive. Like what incentive. Happened in this game in Las Vegas. Exactly. It's many people need a motivation or incentive to give something their best. And maybe money is a good incentive or motivation. But a lot of money. A lot of money is even more motivational. However, Hope someone that. Should have a passion. If they love the sport, then that's really the most important thing is to do the sport from your heart. Maya, after many years as a sports expert, you think that sports in Lebanon is a rhythm of life? I think so, yes, definitely. It's a start to be like? I believe so, yes. And I believe it's great for people to come together, like the Beirut Marathon. Sports are very important. They bring people together from all backgrounds, from all walks of life. Mm-hmm. It unites the Lebanese together and it creates pride when you see someone from your country. Like we have many athletes that compete internationally and when we see them doing well, this brings a lot of pride and happiness to Lebanese people to see champions. Hope so. يعني اليوم مايا عم بتقول وهون يمكن ما ركزنا عليها نقطة انعمينا بالمبالغ الكبيرة اللي عم تندفع انه المال هو حافز من اجل النجاح بس مش هيدا المال 99 دولار فاصلة 9 كل واحد بده يشاهد هاي المباراة بامريكا بده يدفع على الكيبل اكسترا صح معروفة هون بلبنان 20 دولار بدك تدفع اكسترا اللي عنده اس ان لا
اللي عنده اسان البوكس بده يدفع $20 ليحضر هذه المباراه زياده على الاشتراك تبعه. طب منين بده يجيبوا له 200 مليون ل يعني طلع وين انه اليوم لا صارت المصاري بمحل ثاني، بطلت حافز. طب برايك انت اذا المصاري فاتت على عالم كره القدم، اليوم في عندنا رجال اعمال من تميم سليمان لمستر سقال لنبيل بدر لكل الرؤساء، ما بدنا نسميهم لمستر فرعون، لكل الاسامي اللي عم بتكون موجوده بعالم كره القدم، اليوم اذا فات المال بهذه الطريقه العمياء على الرياضة اللبنانية، هل ممكن انه يؤذيها؟ نحن عندنا ليميت، عندنا اليوم عم نشتغل كلنا سوا ما بتتخطى ميزانية احسن فريق بيناتنا ما بتتخطى مليونين دولار بالسنة، يعني بعدنا عم نشتغل ضمن ليميت معينة، إذا طحشنا يا لطيف ورحنا وشاركنا وعم نحلم ناخذ اسيا وناخذ العرب وناخذ كأس العالم، هلا قد يعني ما مش انه عملية انه والله نحن طحشين، هو اللي بحيالله نادي بالدول العربية يعني الإكيب العمل اللي بياخذوهم يعني هو بعد ما حكينا باللعيبة ما حكينا باللعيبة، اليوم لا نحن بعدنا كثير بعاد حتى بالمال، ليك اللاعب اللبناني مظلوم بغض النظر شو من أخذ مظلوم، اليوم هذا اللاعب بيلعب فترة قصيرة، بيلعب 10 15 سنة، بعدين شو بيساوي؟ ما عنده شغل، بعدين إذا ضيع وقته تيروح يحترف بعالم الرياضة بعدين شو بده يشتغل؟ ما عنده شيء، اليوم إذا ما طلع مصاري بهول 15 سنة بعدين شو بيساوي؟ ولا شيء، ولا حدا بيسلم عليه، في كثير لعيبة، في كثير أمثلة، كأنه بالباسكت ولا بالفوتبول ولا بغير، إنه بعدين ما ساوي شيء، اللي ما اشتغل على حاله فترة اللي لازم يشتغل على حاله ما كمل ولا بمحل. طيب برأيك أنت من بعد خبرة 10 سنوات أو أكثر شوي صغيرة بعالم الرياضة بلبنان، هل فينا نعتبر إنه الرياضة بلبنان على الطريق القويم، على الطريق الصحيح؟ أم لا يلي عم نشوفه هو على الهوارة اللبنانية العالمية؟ لا هي على الهوارة، هي حالات فردية، ما في شيء شغل منظم، ما في ولا محل بتلاقي فيه شغل منظم، هي اجتهادات من بعض الأشخاص اللي حابين هن يثبتوا إنه هن قادرين يعملوا شيء، أو حابين هن يثبتوا لذاتهم بالأساس إنه هن قادرين يوصلوا بالرياضة لبرا، فبصير في بعض الهوارة مثل ما حضرتك استعملت عبارة، بعض الكدات يعني انه والله انا بدي اعمل هون بتلاقي ميلة تاني، لا ما بتلاقي ميلة تاني، مش بتنطفي الخبرية، بتلاقي ميلة تاني كثير بلشوا في قتل انه كيف هيدا اذا برجي نجح مبين نحن فاشلين ما بيمشي الحال، فلازم ياكل قتله، لازم نشد فيه نزول، لازم نعرقل له شغله، لازم نقول له انت ما سويت ما عملت، بتلاقي محلات اتحادات ما عم تسوي شيء، ما حدا بيقرب عليها، اتحادات بحاول بس ما نجحت، بتلاقي عالم عم تشد فيه نزول، هذا الشيء كثير غلط يعني ما المشكله فينا نحن. مايا، after you delivered, do you have any new plans in the sports field? Yes, absolutely. My goal is to compete again in bikini fitness. I want to show that a woman after having a child can go back to her shape. Yes, and my gym, of course. I'm going to be working in my gym. I like to help people there, encourage them. And I'm going to be training for the competition in my gym. We help people with diet plans, exercise programs, physiotherapy. So we have everything, all the tools needed. You think that is the average to go to the gyms? An average age? Yes. Woman and man? I think everyone should exercise, especially older people. We have a lot, ages that come to our gym, but especially older people. Many older people feel that if they haven't exercised before, that it's too late. But I tell them it's never too late. And that exercising isn't just to look good, it's to feel good and to be healthy and to live a longer life so you can watch your grandchildren grow up and be independent as well. Okay. هون عم شوف هيك لمحة أمل من عند مايا بعالم الرياضة وبعالم الطموح الرياضي، يا ريت هيك فينا نشوفها بكل الرياضة اللبنانية. كنت عم تحكي عن موضوع تاني مهم جدا هو موضوع الملاعب. شو هي المشكلة الحقيقية؟ من مدينة كمان شمعون هي الملاعب وجل. المشكلة اليوم كل نادي لازم يكون عنده ملعب، بما إنه ما في كل نادي عنده ملعب، في عندنا هالملاعب الموجودين 6-7 ملاعب، لازم فترة التوقف بس لازم نحضرهم بشكل لازم نحضرهم بفترة التوقف للكاميرا لازم نحضرهم لكل شيء بفترة التوقف، أول شيء قبل الكاميرا وقبل الدعايات لازم نحضره لنقدر نلعب فيهم قبل ما نحضره للكاميرا والدعايات بدناش نلعب بدك تكون موجودين لتقدر تلعب عليهم. وين أفضل عشب عندك اليوم؟ العشب الاصطناعي يمكن بحمدون أفضل واحد؟ أفضل ملعب اصطناعي بحمدون، هلا هن في عندنا نحن إذا بدنا نلعب فوتبول نلعب بالفوتبول في عندنا 6 ملاعب اللي هن صيدا والمدينة وهلا راح برج حمود وبحمدون وطرابلس وإذا زبطوا جوني هول الموجودين بيت ما تبقى ملاعب مش لازم نلعب عليها يعني إذا بدنا نطلع بالفوتبول كلها. طب هالملاعب كلها اللي عم تحكي عنها قد ايه ميزانية تحسينها؟
ليك انا كان عندي فكره انه يا اخي اذا ما في هول ملاعب مش تمين للاتحاد تمين للبلديه، بس في الاتحاد يتعاون مع البلديات انه الانديه عم تنق ما في ملاعب، طب تعوا انتم عندكم مردود من النقل التلفزيوني او عندكم مردود بياخذوا الاتحاد بيعطيكم اياه من مكان ما، تعوا بناخذ جزء منه نحن بنصلح الملاعب بنساوي بنشرف عليها بنظبطها، اكيد العالم البلديات رح تقبل وقت انت عم تشارك معها انه انت يعني تستعمل هذا الملعب ويصير هذا الملعب مواصفات جيده، لانه انت وقت عندك ملعب طلع الشغله اكبر. مثلا نحن حيلا فريق لبناني مش العهد يطلع يلعب برا بيعمل نتيجه وبيبين شكله افضل بكثير من بيلعب لبنان، ليه؟ نوعيه الملعب افضل، بيقدر الملعب افضل، بيقدر الطابه تمشي الملعب. هيدي شغله كثير مهمه انه يصير عندنا ملاعب. كلمة أخيرة تميم قبل ما نختم أيضا مع مايا نصار معلوف. يعني أنا أول شيء بتشكركم، إن شاء الله بتكونوا وجهكم خير علينا السنة وبنقدر نتوج بحضوركم كمان كنادي العهد. أنا أخذته أول دوري هو المهم، إن شاء الله بنقدر نتوج بالدوري على دور نقلكم، إن شاء الله بتكون نحن وياكم مسيرة كويسة بتقدروا تقدموا شيء زيادة للفوتبول اللبناني. هيدا اللي نحن على طول بنطمح له، وإن شاء الله هيك بتكون سنة حلوة لنا ولكم. شكرا تميم سليمان رئيس نادي العهد. مايا نصار كلمة أخيرة. The last wish. I wish everyone a great day, and if anyone needs help getting into shape, we can motivate them at my gym. And then your mobile application also? Yes, it's also called Start Living Right, and they should also watch me Tuesday, Thursday in the morning, especially pregnant women. 10:30? Between 10 and 10:15 a.m. Mm-hmm. Yeah, to see workouts. Thank for you, Maya. Women. Thank you. ومنقول لك مبروك من هلا. For your delivery. وبطبع الأسبوع المقبل عندها تقديم بالنادي تبعك الجيم، في عندك حفلة. On the 8th of September, yes. شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين، بنرجع نلتقي إذا الله أراد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من سكور.